فانا اول يعني جينا التقينا بنادي الوداد. وبرئيس نادي الوداد وبأعضائه وهنناهم بالحصول على الدوري، وكان لابد ان احنا نزور ايضا نادي الرجاء. ونقابل رئيسه الرجل الجميل الفاضل، وايضا يعني شدينا على ايده، واخدت من نادي الوداد الفانيلا اهداء، واخدت من نادي الرجاء الفانيلا اهداء، وتمنيت ان انا يعني ازور كل اندية المغرب واشد على ايديهم، لانه الرياضة او الكرة ممكن تكون منفذ الى شعب المغرب، وانا عارف ان هناك كم من المحبين لنادي الرجاء وكم من الحب من المحبين لنادي الوداد، فكان لابد ان اصل الى هؤلاء المحبين من خلال انديتهم. عشان كده زرت نادي الوداد وزرت نادي الرجاء. انا بشجع النادي الاهلي الحقيقه. لكن يمكن انا مش متعصب، بحب النادي الاهلي جدا جدا، علاقتي قويه بيه قوي قوي، لكن طبعا ما فيش تعصب اعمى يعني.